إخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت مع فيديو جديد مع موقع لربح الروب بالروسي بكل سهولة. قبل أن أبدأ الشرح أودكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك للفيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. هذا هو الموقع رائع جدا الصادق. هذا الموقع يدفع بكل سخاء وموقع صادق جدا. طريقة العمل سهلة جدا، تبدأ في الموقع وتشتري السيارات أقل مبلغ للشراء هو 10 روبل، تعطيك 0.04 روبل في الساعة، 25% في الشهر. هذه السيارة مثلا 50 روبل 26% في الشهر، هذه 250 روبل 27% في الشهر، وهذه 1000 روبل 28% في الشهر، وهذه بروموسيون 5000 روبل 30.5% في الشهر، وهذه 3000 روبل 29% في الشهر إلى آخره. مثلا 4 سيارات غالية الثمن. إضافة إلى هذه السيارات، الموقع يتيح لك الربح المجاني عن طريق تصفح المواقع. اليوم سأبدع في هذا الموقع. هنا عدد، هنا للشراء، هنا المبلغ للسحب. إذا أردت أن تسحب من هنا، وإذا أردت الشراء من هنا أو الإيداع من هنا، سأضغط هنا لأودع. اليوم سأودع 200 روبل هكذا. يا إخوتي، لمن أراد أن يودع في الموقع، موقع رائع جدا، سحبته منه عدة مرات هكذا. كونفيرم. نعود إلى الموقع. بالنسبة لهذه الملاحظة، يقول الموقع، يقول لك الموقع يوجد مواقع تستعمل نفس ستريك سكريبت، وهي نصابة تستخدم نفس الواجهة لتغدر الناس. يقول لك الموقع احذروا من تلك المواقع. أنا سأترك لكم رابط هذا الموقع لمن أراد أن يشتري السيارات. أقل مبلغ للإيداع هو 10 روبل، لشراء سيارة ب 10 روبل هي القيمة. سنذهب إلى المخزن هكذا. سأشتري 4 سيارات من هذه هكذا. واحدة، اثنان هكذا، ثلاثة هكذا، أربعة. الآن لدي 21 سيارة. الآن أرباحي في الموقع هي 0.15 في الساعة. نأخذ على الحاسبة 0.15 في 24 ساعة. لدي في اليوم 3.6 روبل في الشهر تأتي. لدي 108 روبل، أي دولارين. إخوتي، اغتنموا الفرصة في هذا الموقع واستغلوا الفرصة. هذا الموقع يعمل من زمان، موقع صادق جدا. الآن لدي فيه 22.97 روبل، سأسحبها أمامكم. نذهب إلى العلامة ناقص هكذا، نختار طيار، نضع القيمة هكذا، هنا نضع كلمة السر هكذا. انظروا، قد تم السحب بنجاح. نذهب إلى الطيار
لدي 104، انظر. ننتظر قليلا. هيا انظر اخوتي، اصبحت 127 روبل. ها هي، اضغط هنا، ها هو الموقع motormoney.org. موقع رائع جدا، سأترك لكم رابط هذا الموقع. قم بإيداع ما لديكم من الروبل ولن تندموا أبدا في هذا الموقع. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.